لسان عربي. حدوتة حدوتة. أيوة معلم. ناولني المونة دي يا ابني، عايزين نخلص بقى قبل المغرب ما يدا، مش عايزين نتأخر. حاضر يا معلم، يلا هو أوب استلم اهو. اديني خلصت اهو يا معلم، اروح البيت بقى. يلا روح يا حدوتة، وهكلمك بقى لو في شغل تاني ولا حاجة. تمام يا معلم، يلا مع السلامة. كان يوم متعب قوي، بس اهو هنعمل ايه، هي دي الدنيا ودي الحياة. ما دام الواحد بيكسب لقمته من عرق جبينه وما بيحتاجش لحد، دي اهم حاجة، ربنا يديمها نعمة يا رب. اما اروح بقى دلوقتي اقعد على القهوة شوية مع اصحابي، افك عن نفسي شوية. سلام عليكم يا رجالة، ايه عاملين ايه؟ الحمد لله، انت زيك انت يا حدوتة؟ والله هو بخير، نحمد ربنا على كل حال. شوف يا حدوتة، اما فيلم مرجان احمد مرجان ده فيلم ملوش حل. ده بيبين يا رجالة قد ايه الرشوة موجودة في كل حتة، وان الناس الكبيرة البلد دي بلدهم، ويعملوا اي حاجة بفلوسهم. حتى بص المقطع اللي شغال على تلفزيون القهوة ده. اهلا اهلا جداوي، معلش بقى العتب على النظر، اتفضل عندي في المكتب جوه. لا معلش، عشان اخلص شغلي هنا. يا راجل انت التكييف هنا اصلا مش مظبوط، التكييف عندي احسن. اتفضل اتفضل يا راجل، هات الملف ده. لا معلش، خلي الملف ده معايا. اتفضل حضرتك اتفضل. تشرب شاي بالياسمين؟ ما بشربش وانا بشتغل. عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟ انا ما بشربش وانا بشتغل. طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده. مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل. ياه فعلا يا حدوتة، امتى بقى بلدنا يتعدل حالها؟ حتى في الانتخابات بيوزعوا فلوس على الناس الغلابة. الظاهر البلد دي هتفضل كده طول عمرها. يلا رجالة انا هروح بقى لان جسمي متكسر من الشغل. يلا مع السلامة يا حدوتة، ربنا معاك. يا ظهرك يا حدوتة، اهو دلوقتي بقى على سريري بس انام، ويا رب المعلم يرن عليا ويقول لي تعالى بكرة الشغل، عشان محتاج فلوس قوي يا رب. ايوه يا حدوتة. ايه يا معلم، صباح الفل، في شغل النهاردة؟ صباح الخير يا جميل. تعالى في شغل، البس بسرعة وانزل، خلال ربع ساعة هعدي عليك واخدك بالموتوسيكل. تمام يا معلم. يلا بقى يا حدوتة اتأخرنا. يلا يا معلم جاي اهو. الشغل النهاردة كتير يا حدوتة، مش عايزك تكون خرع بقى. لا يا معلم انت عارفني حمال أسية. طبعا يا حدوتة انا بهزر معاك. ايه ده يا معلم، ده الشغل فعلا تقيل. لا 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 انا تعبت والله يا ابني، وانا كمان. الله شوية الضحك دول هم اللي بيهونوا على الواحد يا معلم. فعلا عندك حق والله، بس انا متضايق يا حدوتة. ليه بس، ايه اللي حصل؟ انا كنت لسه امبارح بجدد الرخصة بتاعت العربية بتاعت الشغل، وفي كل خطوة لازم تكيش عشان تعدي. هنعمل ايه بقى؟ لو ما عملناش كده مش هنعرف نمشي مصالحنا. على رأيك يا معلم، المهم ربنا يسترها معانا بس ونشوف أكل عيشنا. أنا كنت عايز أقولك يا حدوتة حاجة. قول يا معلم. النهاردة آخر يوم في المصلحة دي، وربنا بقى يسهل لنا على ما نشوف مصلحة تانية. ربنا ييسر ويرزقنا يا معلم. المهم قولي، أنا سمعت إنك هتخطب وما عندكش شقة، طب ما تقدم على سكان الشباب بتاع الحكومة، ده فاتح من قريب. بجد يا معلم؟ طبعا، قدم يا ابني وتجيلك ان شاء الله، هتدفع مقدم والباقي اقساط، دي بسيطة مش هتحس بيها. تصدق حلوة دي يا معلم، طب قول لي اقدم ازاي؟ بسيطة، هتروح المجلس المحلي تديهم بياناتك وتقدم بالبطاقة وشوية ورق، يعني هتجيبهم بسهولة. خلاص ماشي، هعمل كده ان شاء الله. يلا بقى انا هروح، اشوفك على خير يا معلم. حبيبي حبيبي، يلا مع السلامة. السلام عليكم يا رجالة. وعليكم السلام يا حدوتة. ايه رأيكم يا جدعان في موضوع اسكان الشباب ده؟
حلو، بس هو يا حدوتة لازم تكيش عشان تعدي. أكيش عشان أعدي؟ يعني إيه يا صاحبي؟ يعني تمشي حالك، بص من الآخر تزبط الموظف يزبطك. أنت فاكر أنت بس اللي بتقدم يا عم؟ ده شباب موت بيقدمه. طب أعمل إيه طيب؟ بص روح وقول للموظف عاوز أقدم وعيني ليك، وهو هيفهم على طول. طب وبدله في حدود كام كده يعني؟ يعني في حدود مثلا 3000 جنيه. بس دي مش تبقى رشوة يا صاحبي؟ رشوة ايه يا عم صلى على النبي؟ دي بس مصلحة بتمشي بيها دنيتك. لا يا عم رشوة، مش هدفع انا رشوة لحد. طب ابقى قابلني بقى يا حدوتة لو خدتها. يا ابني بلدنا دي كده من زمان، والفساد في كل حتة في الحكومة من زمان، هنعمل ايه بس؟ لازم تمشي حالك. لا يا عم انا هقدم وان شاء الله تجيلي الشقة. احنا لازم نحارب الرشوة يا جماعة عشان كل واحد ياخد حقه. أصل أنت لما بتدفع رشوة بتضيع حق غيرك، ولما غيرك بيدفع رشوة بياخد حق. يا عم خليك بشعراتك دي، أما نشوف هتوديك على فين. طب بص بص كده، من شوية واحد صاحبي كان بيحكي لي عن حد من بلده كان في كلية حقوق وجايب في كل السنين تقديرات كويسة، وحاول بكل وسيلة إنه يشوف وسايط كتير عشان يقبل ويبقى وكيل نيابة، وكل مرة كان بيحصل حاجة تعطل الموضوع. وسبحان الله يا أخي، كان بيجيله شغل كتير في أماكن كويسة لكن كان بيرفض، لحد ما عرف حد واسطة تقيلة يعني قال له هاخد منك 350 ألف جنيه وادخلك. من هنا لهنا وصلوها ل 300 ألف، باع اللي وراه واللي قدامه، وخلى أبوي يبيع الكم إيراط اللي حلتهم، باع كل حاجة وبقى على الحديدة. من كام شهر اتمسك في قضية رشوة، مستقبله ضاع، الله أعلم هترسى على قد إيه سجن. ده غير إنه باع اللي حلته وحلت إخواته عشان يتقبل ويبقى وكيل نيابة. يا عم دي غير دي. يا عم كل واحد دي رشوة ودي رشوة. حتى بص الفيديو ده للشيخ عمر عبد الكافي. هدية على سبيل الهدية. ما هو ده تسمية الحرم بغير أسماء. بس الأول عشان يعني على حاشية الكلام. طيب. خلاص؟ نعم. تعال للكلام. نعم. تعال للمتن. طيب. راح محمد خالد عزك الله عافاك الله من الشر، بس عشان انت اللي في وشي يعني. فرحت اعطيت الموظف رشوه. خلاص وانهيت عملك، انهيت ما كنت تريده. ذهبت انا لم اعطيه رشوه. خلاص لا ادفع كما دفع، بديتي احسن. حلو صحيح. لم ادفع، لم تقضى المصلحه. اجي يوم القيامه اتعلق في رقبتك اقول لك انت افسدت عليه الموظف. وانا مالي؟ انت مالك ايه؟ هو الموظف لا لا لا، انت شجعته انت وانت، لكن لما كلنا لا نشجعه. ممكن يكون عندك فعلا حق يا حدود. على العموم ربنا يوفقك، احنا بس كنا عاوزين مصلحتك يا ابني. حبيبي والله انا عارف انك عاوز مصلحتي. يلا اسيبكوا بقى عشان انا تعبان من الشغل وعاوز انام. يلا مع السلامه يا حدود. اديني وصلت البيت اهو، اما اخش اسلم على الحاجه الاول وبعدين ابقى اخش انام. السلام عليكم. ازيك يا حاجه؟ ازيك يا امه؟ اهلا يا حدوته يا ابني، انا الحمد لله نحمده على كل حال. انت ازيك؟ طمني عليك. والله هو بخير الحمد لله، كل الامور تمام، تعبان بس في الشغل. يا حبيبي ربنا يعينك ويرزقك ويسر لك احوالك. اهو والله يا حاجه احنا عايشين بالدعوتين الحلوين بتوعك دول. دايما دعيالك، دايما دعيالك يا حبيبي، ربنا يرزقك من فضله يا رب. امين يا حجه. انا كنت عاوز اخد رايك في موضوع كده. خير يا ابني؟ خير ان شاء الله. انا كنت عاوز اخد شقه من بتوع اسكان الشباب، ايه رايك؟ والله كويس يا ابني، حلوه واقساطها قليله. انا قلت كده برضو يا امي، بس هعمل ايه؟ بيقولوا لازم ادفع للموظف حلاوه. حلاوه؟ قصدك رشوه يا ابني؟ بقى انا ربيتك على كده؟ لا 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 يا حجه، ما انا قلت لهم دي رشوه، وطبعا عمري ما اعمل كده، انا بس بدردش معاك يعني. طب هتعمل ايه يا فالح؟ هقدم وخلاص وامري لله، هروح اقدم واشوف ايه اللي هيحصل. ربنا معاك يا ابني. اخش انام انا بقى عشان اصحى الصبح بدري اروح اقدم في المجلس المحلي. يلا يا حبيبي ربنا يوفقك. خلاص يا عم المنبه كفاية، صحينا هو. ياه الساعة بقت 10، ده أنا نمت كتير قوي، لازم ألبس وأنزل دلوقتي حالا.
السلام عليكم. وعليكم السلام. كنت عاوز لو سمحت اسحب استمارة من بتاعة اسكان الشباب، اعمل ايه؟ طب خد املى الاستمارة دي وجهز الاوراق وتعالى بكرة هاتها واحنا في خدمتك يعني. ربنا يخليك يا استاذ. وما تنساش تشوفنا برضو. اشوفكم ازاي يعني ولا مؤاخذة؟ ولا حاجة، المهم تجيب ده بكرة. ماشي شكرا، مع السلامة. ياه بقى كل الناس دول مقدمين على الشقة؟ طب ودول هيتقبلوا ازاي دول؟ يا صاحبي اللي هيدفع هو اللي هياخد الشقة، انما اللي عنده مبدأ ولا شقة ولا نيلة. طب احنا هنعمل ايه؟ هنقدم وخلاص، يمكن تيجي في ايد واحد ابن حلال بيخاف ربنا. يا مسهل، خلينا نشوف. خلينا بقى نتعرف بيك. انا حدوتة. وانت؟ انا اسمي ابراهيم. شرفنا بيك يا ابراهيم. بتشتغل بقى يا حدوتة؟ انا وحياتك على باب الله. يا عم كلنا على باب الله، بس بتعرف تعمل ايه يعني؟ انا بعرف اشتغل في المحارة والنقاشة والحاجات دي يعني. حلوة قوي، انا زيك. طب ما تيجي تشتغل معايا، انا شغال مع مقاول كبير قوي في القاهرة الجديدة، بنشطب مشاريع كبيرة وكومباوندات. هكلم لك صاحب الشغل وتيجي؟ بجد؟ اه طبعا، انت باين عليك ابن حلال وابن بلد وحبيتك الصراحة يعني. وانا كمان، ربنا يعلم يا صاحبي، انت برضو راجل محترم، انا فعلا محتاج الشغل ده. خلاص هات رقمك وهكلمك. خلاص تمام حبيبي يا هيمة. حبيبي يا حدوت، يلا بقى نروح وبعدين هكلمك. تمام، يلا اشوفك على خير يا صاحبي. الو السلام عليكم، مين معايا؟ ايوه يا حدوتة، انا ابراهيم اللي كنت قابلتك في مكان التقديم على الشقة. حبيبي يا هيمة، طبعا فاكرك، انت عامل ايه؟ الحمد لله بخير والله يا صاحبي. طمني، سلمت الورق النهاردة؟ اه سلمته. وانت؟ وانا كمان سلمته. المهم مش برن عليك عشان كده، برن عليك عشان الشغل اللي وعدتك بيه. انا كلمت صاحب الشغل ووافق. تقدر تيجي النهاردة، هتجينا القاهرة الجديدة وهترن عليا، هجيلك واخدك على مكان المشروع. خلاص تمام، شكرا يا صاحبي، انا هلبس واجيلك اهو. سلام عليكم يا رجالة. وعليكم السلام ورحمة الله، اتفضل اؤمر. كنت عاوز ابراهيم بس لو سمحت. حاضر، استنى هندهولك، هو في الدور التاني فوق بيعجن المونة. تمام. اهو جاي لوحده هناك اهو. اهلا 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 يا حدوتة، ازيك؟ حبيبي يا هيمة، الحمد لله بخير، اديني جيت اهو يا عم. اتفضل يا عم، اهو ده مكان الشغل، ده الشغل بتاعنا ودول الرجالة، احلى رجالة شغالين معانا. اه طبعا يا عم، سماهم على وجوههم، ناس محترمة كلهم. يلا بينا نبدأ. يلا بينا. ومر 30 يوم. ايه يا حدوتة بتفكر في ايه؟ الاعلان بتاع الناس المقبولة طلع يا ابراهيم. طب ها وريني، انت فيه؟ لا ولا انت فيه كمان. ده الشيء متوقع يا صاحبي، ما تقبلش الا اللي كيش للموظفين. انا كنت عارف كده برضو، بس هو الواحد بيعمل اللي عليه يا عم ابراهيم. انا هروح بقى البيت. خلصنا احنا النهارده مش كده؟ اه خلصنا، تقدر تروح. يلا اشوفك بكره. السلام عليكم يا حاجه. وعليكم السلام يا ابني، شكلك تعبان النهارده. اه والله تعبان وزعلان كمان. ليه كفل الشر؟ الكشف بتاع المقبولين في اسكان الشباب طلع. حلو، خير طمني. ما انت عارفه ياما انه مش هيتقبل الا اللي مؤاخذه كيش ودفع رشوه للموظفين. هنعمل ايه يا ابني؟ انا عارفه والله. انا مش عارف لامتى هنفضل كده، اللي ما يستحقش حاجه ياخدها ليه؟ ليه؟ هي بلدنا كده من زمان، وياما لسه هتشوف، انت لسه ما شفتش حاجه. كل يوم بشوف والله حاجات جديده. المهم هنزل بقى اقعد على القهوه شويه مع اصحابي. ماشي يا ابني. السلام عليكم يا رجالة. وعليكم السلام يا حدوتة، ايه اخبار الشغل؟ تمام الحمد لله، اهي الدنيا ماشية. ايه اخبار الشقة يا صاحبي؟ طمني. شقة؟ ما انت عارف لازم اكيش عشان استلم. انا عارف عارف والله. المهم انت شغال مع مين دلوقتي صحيح؟ قصدي يعني مين هو المقاول اللي شغالين معاه؟ هتعرفه يعني؟ يا عم اخلص بقى. انا عارف مقاولين كتير بحكم شغلي في السباك. اسمه حسام عبد الله يا سيدي. يا حسام عبد الله، ده بيعمل مشاريع ليحيى الجمل. عارف مين يحيى الجمل ده؟ مين يعني؟ ده مساعد المحافظ يا سيدي،
وده اللي بيقول كل كبيرة وصغيرة في المحافظة، وهو كمان اللي بيصدق على شقق إسكان الشباب. تصدق فعلا أنا شفته كذا مرة، هو ده بقى اللي فلوسه كلها سحت وكلها حرام من رشاوة ودفع دم قلب الناس الغلابة. هو ده يا سيدي، بس هتعمل ايه يعني؟ هشوفه أكيد عند المشروع وهديله نصيحة. يا عم حدوت يا ابني مالكش دعوة بيه، كل عيش. ربنا سهل، أكلم إبراهيم صاحبي كده أشوف بكرة في الشغل. ايه حدوتة مش مركز في الشغل انت النهاردة؟ موضوع شغلني قوي يا هيمة. ايه؟ قولي. عارف يحيى الجمل؟ طبعا، ده صاحب المشاريع دي كلها. طب تعرف بقى ان هو ليه نسبة من رشاوي الموظفين اللي في الاسكان بتاع الشباب لانه مساعد المحافظ؟ ياه، اول مرة اسمعها دي. انا عرفتها من واحد صاحبي شغال في المحافظة. ربنا ينتقم منه، الناس دي هي اللي موقع البلد ومبوظ الشباب واحوالها. والله انا مش هسيبه، انا هواجهه واقول له اتقي ربنا. يا عم حدوتة كل عيش ومشي امورك. يا هيمة ما ينفعش، لو موقفناش قدام الغلط وقلنا له ده غلط يبقى ولا لينا اي لازمة، وعايشين لمؤاخذة زي البهايم بناكل ونشرب وننام. طب هتقوله ازاي اصلا؟ انت عارف انه بيجي كل فين وفين. هقابله اكيد هنا ولا هنا وهقوله، مش هسكت، اول ما اشوفه على طول هبقى اشوف. طيب ما تيجي نريح شوية كده. ماشي يا سيدي، تعالى على ما نشرب كوباية الشاي كده وبعد كده نبقى نكمل شغل. اللي بيشكي حاله الحال. الله، الأغنية دي أنا بحبها قوي، اسمع كده. يا سلام، حلوة قوي الست دي، دايما طول عمرها أغانيها كده بتخطف القلب. إيه ده اسمع كده على اليوتيوب، ده الفيديو ده بيتكلم عن يحيى الجمل. كرمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالأمس الدكتور يحيى الجمل مساعد المحافظ بتسليمه درع الوزارة تقديراً لجهوده المتميزة خلال موسم التصدي للسحابة السوداء والنجاح الذي تحقق. اتفرج عم حدوتة، الناس دي بتعمل ايه من تحت لتحت وتتكرم كل يوم. يا نهار أبيض، اهو ده اللي ناقص. ربنا ياخدهم بحق ما بيظلمونا. طب والله لما يجي ما هسيبك لوحدك وهنبقى ايد واحدة. وهو كذلك يا صاحبي، بكرة لو جه نكلمه. يلا هروح كده اخلص انا اللي ورايا وبعد كده بروح البيت. يلا ربنا يكرمك يا صاحبي. سلام عليكم يا اما، عاملة ايه واخبارك ايه دلوقتي؟ الحمد لله يا ابني، انت ايه اخبارك واخبار شغلك؟ والله الحمد لله. تصدقي بقى ان الراجل صاحب المشاريع عندنا هو مساعد المحافظ اللي بياخد رشاوة من الناس؟ طب وبعدين هتعملوا ايه؟ مش عارف، ربنا كريم، انا عاوز بس اديله نصيحة مش اكتر. طب يا ابني وشغلك؟ ممكن ما يتقبلهاش ويطردك. يعمل اللي يعمله يا حاجة، احنا تربينا على كلمة الحق وانت عارفة كده كويس. ربنا يقوي ايمانك يوفقك يا ابني، بدعيلك على طول. ومر اسبوع. بص كده يا ابراهيم، مين اللي جاي هناك ده؟ مش هو ده يحيى الجمل؟ هو. السلام عليكم يا رجاله. وعليكم السلام ورحمه الله. ورحمه الله، الله ينور عليكم، احلى رجاله واحلى شغل. ايه اخبار الشغل؟ كله تمام يا باشا وهيتسلم في ميعاده ان شاء الله. لو سمحت يا باشا، كنا عاوزينك في كلمتين. قوي تعالوا. كنا مقدمين على اسكان الشباب وما جالناش رد لحد دلوقتي. الكشوفات طلعت يا ابني وناس كتير اتقبلت. عارفين ان ناس كتير قبلت يا باشا، بس احنا ما قبلناش ليه؟ معايير يا ابني، احنا بنحط معايير محددة وبنختار على اساسها. معايير ايه يا باشا؟ هو كل الحكاية بس اننا ما دفعناش للموظف. مش فاهم، تدفعوا ايه للموظف بالظبط؟ ما خلاص كده يا حدودة، ملوش لازمة الكلام ده. لا ليه لازمة بقى؟ يا دكتور يحيى اللي خد الشقق هم الناس اللي دفعوا رشوة، إنما إحنا أحق من ناس كتير، وإحنا ما عندناش مكان نتجوز فيه، وعشان ما دفعناش رشوة ما خدناش حاجة. إيه؟ أنت بتتهمني بالرشوة؟ لا يا دكتور، أنا بس بنصحك نصيحة لله، وبقولك خلي الناس اللي شغالة تخاف ربنا وتعمل حساب للآخرة، عشان كده ناس كتير بتتظلم وحقها بيتاكل. لا 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 لا، أنا مش هرد عليك. يلا مع السلامة. ولا سلامة ايه؟ ده 60 داهية. ايه ده؟
انتوا قلتوا ايه للدكتور يخرب بيتكو؟ ده كان زهقان جدا وقال لي مشي العيال دي. انا كنت عارف انه هيعمل كده يا حدوتة. الظلم ليه نهاية يا ابراهيم؟ احنا اتظلمنا واكيد ربنا كاتب لنا الخير في مكان تاني، وانت ما تقلقش طول ما انت ماشي على الحق ما تخافش من اي حد. انا معاك وعارف ان الحق هو اللي هيدوم. انا هكلم الرجل اللي كنت شغال معاه قبل كده وهننزل من بكرة كمان. استنى استنى كده، ده هو اللي بيرن اصلا. يا فرج الله. سلام عليكم يا معلم، عامل ايه؟ وحشني والله. حبيبي يا حدوتة انا بخير. بقولك ايه، تعرف انا راجل بتاع شغل مش هقعد ارغي كتير. ها، في مشروع جالنا في مدينة الشروق، مجمع متكامل وناقصني 5. شوف لي 5 من حبايبك بس يكونوا ايه، بيشتغلوا كويس، وتعال انت معاهم. ماشي يا معلم، حمامة ونكون عندك بكرة الصبح. يلا سلام. شفت يا هما كرم ربك، الحق ما بيضيعش صاحبه يا حدوتة، وربنا كبير.